بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد. Unit 8 الوحدة الثامنة. What are you doing؟ ماذا تفعل؟ نشوف من العنوان What are you doing؟ Doing يعني ماذا تفعل الآن. لما يجينا السؤال فيه Doing يعني ماذا تفعل الآن، هو do بس أضافوا إليها ing. بنشوف الأشخاص هنا وكل واحد what he is doing ماذا يفعلون الآن. هنا عندنا أول شيء listen and discuss، نسمع ونتناقش. هنا عندنا في السؤال الأول are there telephone helpline service in your country، هل يوجد عندكم خط يستقبل يساعد الناس؟ نعم عندنا خطوط. What services do they offer؟ ما هي العروض اللي عندهم؟ ما هي الخدمات اللي يسوونها يخدمون فيها الناس؟ اولا بنعرف ايش معنات helpline. مكتوب هنا عندنا helpline تحت عندكم a helpline or hotline او الخط الساخن. is a telephone line هو خط تليفون. for people to ask question يسألون and to find out ويجدون or talk about something أو يتكلمون عن حاجة. زي هنا بعض أنا كتبت لكم تقريبا ثلاث أرقام تساعد الناس، يعني تلقاها فاتحة هي 24 ساعة. زي هنا عندنا Ministry of Health وزارة الصحة. Ministry معناها وزارة. Ministry of Health كم رقمها؟ The number is 937. هذه مهما تدق عليهم بأي وقت يردون عليك. طيب إيش الأوفر عندهم؟ إيش الخدمات الأوفر؟ Ask the doctor. تكلمون دكتور. About what طيب؟ نكلم الدكتور عن إيش؟ نكلم الدكتور عن إيش؟ Ask the doctor about. ممكن تكلم عن disease عن مرض. ممكن تكلم عن medicine عن جرعة علاج أو تسأل عن علاج. أو عندنا Ask the doctor about disease. Disease معناها مرض. Disease ممكن تقول sick يعني معناها مرض. Medicine يعني علاج. من الخدمة بعد اللي حطتها وزارة الصحة تساعد الناس عن الإقلاع عن التدخين. Help to stop smoking. Help to stop smoking. وبعد health care يعني الرعاية الصحية. في لهم بعد الرعاية الصحية يعني ممكن الدكتور يزورك في البيت. Ministry of Health. الجواب Ask the doctor about. نسأل الدكتور عن disease. ممكن بس تقول Ask the doctor about disease أو Ask the doctor about medicine أو Ask the doctor about مثلا health care عن الرعاية الصحية. أو ممكن بس هذا جواب الحالة Help to stop smoking. النمبر Ministry of Health 937. هذه كمشاركة يمكن ترى ما تسأل بس احتياطا لو اسألوا يكون عندك معلومات. بعد عندنا رقم 905 هذا for the telephone number. هذا اي نمبر انت تحتاجه سواء مطعم مستشفى تليفون ثابت طبعا تليفون مش سيلفون تليفون نمبر التليفونات الثابت اي رقم تحتاجه يعطونك اياه في اي منطقة من مناطق السعودية. إذا سواء أنت في الرياض وتسأل منطقة في الشرقية تبي اسم فندق تبي اسم مستشفى تبي اسم أي يعطونك إياه for the telephone number. هذه بعض الخطوط اللي كذا طرت على بالي وحبيت أني أكتب لكم إياها. هذه 937 Ministry of Health وعندنا هنا 905 حق التليفون نمبرز. ممكن في خدمات ثانية ابحثوا وشوفوا، حبيت أذكرها لكم كممكن مشاركة معكم في الصف وممكن ما يسألون عن هذا النقطة. بنتعرف الحين على الأشخاص، كل واحد عنده نمبر. هنا عندنا كين is watching TV. كين نمبر 1 هذا watching TV هو يرى تلفزيون. ليه ما قلت كين is watch بس؟ ليه أضفت لي ing؟ لأن هنا عندنا السؤال فيه ing فالفعل يصير فيه ing. والسؤال وقتنا الحاضر الآن، احنا نعرف مثلا المستقبل وعندنا الآن وعندنا الماضي. احنا هنا
في هذا، يعني أنت تقول الفعل اللي هالحين أنت تسوي، زي الحين أنا I am drawing، أنا قاعدة أرسم، ما قلت I am draw، لا أنا رسمت خلصت، لا I am speaking يعني أنا أتكلم. فحنا نتكلم عن هنا الفعل الحاضر اللي الحين مضارع، زي ما حنا نقول المضارع هم يسمونه يكتبوا فيه present، present present progressive present continuous أو present نضيف له ing، نضيف له ing لأن السؤال فيه ing اللي هو doing، فالفعل يجي فيه ing اللي هنا أضفنا له ing، لأن أثناء السؤال، أثناء السؤال هو قاعد يشوف التلفزيون، he watching، he keen is watching TV. ثانيا نشوف ثانيا Ryan، Ryan is serving the internet and drinking coffee. What are he doing now؟ إيش يسوي هالحين now؟ He is نقول serving the internet، هو قاعد يبحث، and drink coffee، drinking coffee قاعد يشرب كافي. لاحظتوا 3 عندنا number 3، Matt is talking on his cell phone، قاعد يتكلم بالجوال، Matt is talking، شوفوا الحين talking لأن السؤال الآن، he is on، Matt is talking on his cell phone. Number 4 هنا اسمائهم Frank and Jason are eating sandwiches، قاعد يأكلون sandwiches، شوف هنا الفعل عندنا صار eating، نضيف له ing انهم يأكلون الآن. Mac and Darren are reading magazines، Mac and Darren هنا يقرؤون المجلات لأنهم الآن قاعد يقرون. George and Peter are looking at maps، ينظرون إلى الخريطة، George and Peter number 6، looking at the map، ينظرون إلى الخريطة، looking أضفنا عليها ing لأنهم الآن ينظرون. عندنا هذا 7، Henry is writing an email، يكتب إيميل to a customer، to customer لعميل. 8 اللي جنبه هنا عندنا، بيدرو is speaking to customer، قاعد يتكلم مع الكاستمر، شوف نلاحظ هنا writing ing، speaking ing يتكلم. جمال is working online، عندنا جمال هنا number 9، جمال working، working يعمل. Colin and Brian are chatting، chatting يتحدثون، chatting. لاحظت في عشر الجمل هذه الفعل أضاف له ing، وبعد لاحظنا إيش الإز والآر موجودة، الإز والآر موجودة للجمع، والفعل يضاف له ing سواء أنت مفرد أو جمع، لا كلها ing. السؤال في doing ing الفعل يصير فيه ing. هنا عندنا number 3 اللي هو مات يتكلم، يقول hello مرحبا، this is Matt، هنا مات. what are you doing، ماذا تفعل، يسأل الطرف الثاني، قال you are at home، أنت في المنزل، بعدين شوي قال me، يعني كأن الطرف الثاني يسأله يعني ماذا تفعل أنت، what are you doing، ماذا تفعل أنت. I am still at work، يقول أنا لازلت في العمل، but right now، ولكني الآن، شوفوا قال now يعني الآن. I am having a break، لدي استراحة، break. having، شوف الفعل هو have بس أضافوا له ing، have نهايته e، نحذف الاي ونزيد ing، هذا بتتعلمونه بعدين شوي بالصفحة الثانية. المهم إذا السؤال فيه ing زي هنا what are you، أتوقع أن الطرف الثاني يسأله what are you doing، بعدين هو قال now يعني الآن. I am having a break، أنا لدي استراحة. at the helpline cafe، في الكافي حقنا الهيلبلاين هذا. vocabulary، name things in the office cafe، يقول some أشياء موجودة في الأوفيس كافي،
اذكر اسماء موجود، اشياء موجوده هنا، باج، هاند ووتش، تشيرز، كراسي، كمبيوتر، هيدفون، سماعه، لايت، اضاءه، ساندويتش، مجازين، راج، هنا راج، سجاده، عندنا منيو، تي في، سيلفون، يعني هنا في جوال، سيلفون، هنا في بعد سيلفون، جوال، ووتش، ووتش، ساعة، وش بعد؟ أذكر أشياء موجودة هنا، هنا عندنا مجازين، مجلات أو إنها بوكس، كتب، ستوريز، قصص، لابتوب، في عندنا كمبيوتر هذا، وهنا في لابتوب، كافي، كاب أوف كافي، هنا عندنا ممكن صودا، مشروبات غازية، هنا عندنا نبات، بلانيت، فير وورك، عمل جماعي. Ask and answer about the people، تكلم عن الناس. At the office، عن هذا المكتب، الأوفيس هو مكتب لخدمة الناس، يعني الناس يدقون عليهم يعطونهم حلول ومساعدة. مكتوب هنا عندنا helpline، مكتوب لأن مكتوب هنا helpline، helping people، مساعدة الناس. What is Ryan doing؟ Ryan إيش يفعل؟ doing، he is drinking a cup of coffee، هو يشرب cup of coffee، يعني الفعل نضيف له ing، قلنا لأن السؤال فيه ing، أي فعل بتكتبه هنا لازم نضيف عليه ing. طيب حطينا he و is لأن Ryan ولد، كتبنا عليه he والفعل المساعد له is. هنا عندنا what are Frank and Jason doing؟ they are، نلاحظ هنا are وكتبنا they، ليه؟ لأنهم جمع شخصين، فنكتب they are eating sandwiches، يأكلون سندويشة. eating، لاحظ هنا الفعل أضفنا عليها ing، خلاص هنا السؤال للمفرد، هنا السؤال للجمع. حتى بحالة المفرد ممكن التيتشر تسألك الآن وتقولك what are you doing، ماذا تفعل الآن؟ ممكن تقول I am studying، أنا أدرس. I am listening، أنا أسمع الدرس. I am eating، أنا أكل. I am looking at you، أنا أنظر إليك الآن. I am looking at you، أنا أنظر إليك الآن. شيء الفعل نضيف له ing يدل على أن أنت تتكلم عن هذه اللحظة، لحظة السؤال بالضبط، ماذا تفعل؟ فقرة B، you are having a break، أنت لديك الآن مثلا استراحة، having a break، at the coffee، عندك استراحة في الكافي، مقهى، role play، تبادل الأدوار، a phone conversation، عن محادثة تلفونية، with a friend، مع صديقك، talk about the people at the helpline cafe، تكلم عن الناس الموجودين في هذا الكافي. مثلا الحين جاك اتصال وقال لك what are you doing، او مثلا توصف الناس الموجودين هنا، تقريبا نفس الافعال او الجمل هذه، بس ممكن تغير الاسماء. اذا طلب منك مثلا، اذا انت موجود في هنا في هذا المكتب، تتكلم نفس الاسماء نفس الافعال، ممكن تغير الاسماء. اذا انت في كافي ممكن تقول مثلا خالد is watching TV، فيصل is talking to his friend، تغيرون ممكن الاسم او تجيبون اي فعل من عندكم، او مثلا نفس الافعال بس تغيرون الاسماء، يعني توصف ناس كأنك انت في مقهى وقاعد توصف الناس الموجودين عندك. الصفحة الثانية عندنا جرامر، صفحة 66، present progressive tense، يعني المضارع المستمر. مضارع مستمر يعني فعل جاك السؤال عليه وانت تفعله الان. ممكن نقول الاسم الثاني present continue، المضارع المستمر. use the present progressive for actions، actions that are happening at the present moment. present moment يعني لحظة المضارع، لحظة نفسها. شكلها كذا بالجملة، I am studying now، you are، طبعا هنا نعرف الـ am تجمع الـ I، are تجمع الـ you،
هي وشي وات جمع الاز، وي ذي ويو للجمع تصير مع الار. نفس شكل الفعل معهم كلهم نضيف له ing. مهم جدا نعرف ان الفعل verb to be موجودة معاهم، اللي هي ايش؟ اللي هي الام والاز والار موجودة مع الing. خلاص. يمكن يجيك سؤال مثلا اكتب لك you studying now، لا you are studying now. مثلا he studying now، لا انت تعرف لازم تكتب الار والام والاز، نختار اللي فيها هي از ستاديينج، نتذكر اي ان جي تجي معها الام والاز والار، قبلها هذولا ام واز وار فيرب تو بي. طيب اللي هو هذه، طب لازم تكون حافظينها، الاي تجي مع الام، وهي وشي وات تجي مع الاز، والار تجي دي وي يو. طيب بن فيها النفي يجي بعد الفعل المساعد اللي هو هنا بعد الام والار والاز، نكتب فقط not، وعند اختصارها باقي الضمائر نحذف الاو، تصير يو ار ارنت ازنت ارنت ستادينج ناو. جدا سهلة هذه القاعدة، شوفوها شكلها جملة، يقولك make it negative انفها، وين نضع النات؟ نضعها على طول بعد فعل مساعد، مثلا I am studying now تقول I am not studying now، بس انتهى. طيب تبي تحولها لسؤال، تقلبها حركة المقص، am I studying now، شوفي هنا فعل مساعد عند السؤال، تذكر عند السؤال question mark، عند السؤال question الفعل مساعد اللي هو am و is و are يجون بالبداية، ونكملها نفسها، تصير am I studying now، are you studying now، is he studying now، are we studying now. هذا المثل يعطونك الجملة يقول make it question، يعني حولها إلى سؤال. تقول جواب سهل بعد، نكتب yes إذا هو نعم، yes I am، ولا no I am not، no لازم معها not، ما يصير no I am، لا you no I am not. هنا عندنا question with what، ماذا present progressive مع المضارع المستمر. طيب انت تبغى تسأل هذا اذا انت بتسأل عن حاجة، مثلا تقول are you studying now، هل انت تدرس الان، هذا yes no question، يعني الجواب يكون yes ولا no. طب انا بسأل انت شو تسوي الان، سؤال يجي كذا نكتب عليه what، What are you doing؟ ماذا تفعل؟ يصير I am studying. I am studying now. ممكن ترى ما تقولون now. I am studying. أو تسأل عن شخص. What is he doing? He is studying now. ليش إن أضفنا what؟ نفرق هنا عن طريقة السؤال. إذا هنا yes no question يعني بدينا بالفعل المساعد اللي هو am و are و is، يصير الجواب yes ولا no. إذا صارنا السؤال يبدأ ب what doing بعدين what doing، هنا نعطيه معلومة، الجواب يكون فيه معلومة، I am studying، I am eating، I am watching، I am، عرفتوا الفرق بين هذولا؟ اختصار القاعدة عندنا طريقة yes no question، اللي جوابها yes يا no، هذه يسمونها yes no question. طيب نبدأها بفعل مساعد، مثلا هنا عندنا جملة عادية حقت present progressive يعني المضارع الآن المستمر، ولا يسمونه present continue المضارع المستمر. هنا جملة عادية you are studying now، ممكن ما يكتبون now، you are studying أنت تدرس. مثلا يجينا يقول حوليها إلى سؤال make it question، نسويها كذا زي حركة المقص، سموها حركة المقص، يعني نبدأها بالفعل المساعد are you studying now، ما جبنا شيء من برا كلها من الجملة، are you studying now، هل أنت تدرس الآن؟ الجواب yes I am، إذا no no I am not، نفسها بس إذا no نكتب not. she is playing، هي تلعب، she is playing، خلاص انا ادري انها تلعب الان لان فيها ing،
حولها إلى سؤال is she playing؟ نضع استفهام. شوفوا الـ is تجي هنا والـ she تجي هنا. Is she playing؟ الجواب yes she is و no no she is not. هذا اسمها yes no question. اسمها yes no question. أي سؤال يبدأ بـ WH نادري إنه بيعطينا معلومة، يعني الجواب ما يكون yes ولا no، لا جملة. زي هنا عندنا What is she doing؟ ماذا تفعل الآن هي؟ What is she doing؟ ماذا تفعل الآن؟ بما أن في doing يعني ing يعني أبغاها الآن الآن. الجواب she is، طبعا نأخذها من نفس السؤال she is والفعل زائد ing eating هي تأكل. She is eating. She is watching. She is writing. She is cleaning. خلاص الفعل زائد ing نفس السؤال. هنا عندنا محادثة complete the conversation، نكمل المحادثة. هذا عندنا number one A you studying now، نشوفه هو سؤال سؤال. طيب وجواب no يعني أدري إنه yes no question. نبدأ بالفعل المساعد are. طبعا you إيش اللي يناسب لها؟ يا is يا آر يا آم. اليو تجي مع الآر، نكتب Are you studying now؟ نشوف الجواب No، فيكون فيه نفي No I am not. قلنا النت لازم تكون مع No، No I am not. بعدين هنا سؤال Are you studying؟ يسأل الطرف الثاني Are you studying؟ قال Yes I am studying، أنا أدرس. نلاحظ الفعل في ing for the English test لاختبار الإنجليزي. ثانيا the children playing، الأطفال يلعبون. are، ليه كتبنا are؟ لأن هذا children يعني تجي بضمير they اللي هو هنا يعني للجمع. Are ممكن استبدل children اكتب they. Are they playing؟ هل هم يلعبون؟ او اقول are the children playing؟ هل هم هل الاطفال يلعبون؟ No they are not. كتبنا ال are تجي هنا are not. They are watching TV، هم لا يلعبون هم يشاهدون التلفاز. They are watching TV. شوفوا they مرة نكتبها نكتب ممكن are كاملة أو اختصارها أكتب فاصلة بعدين are. They're watching TV. Are you watching TV too؟ هل أنت تشاهد التلفزيون أيضا؟ No I am not. شوف no لازم معها not. It is kids film، هو فيلم الأطفال. بتقول من وين جبنا ال watching؟ شوفوا هنا عندنا Are you watching TV؟ هل أنت تشاهد التلفاز معهم أيضا؟ عشان كذا كتبنا watching TV، الأطفال يشاهدون التلفاز. ثالثا Who is علي calling؟ علي كلم من؟ Who شوفوها بدأ بـ WH question. Who is علي calling؟ يكلم من علي؟ He is calling his brother، هو يكلم أخوه. Is he coming here؟ هل هو آتي هنا؟ coming شوف ing yes he is. شوف هنا is جاله بالسؤال وتنزل لنا في الجواب. work with the partner ask and answer about the people، نبغى نتكلم يقول اسأل انت ويا زميلك عن هذا ال people عن هذول الناس about the people عن هؤلاء الناس. مرة واحد يسأل ومرة بجاوب، يعني هنا أنت ويا زميلك تتبادلون الأدوار. What is مثلا عندنا هنا number one Jack، هذا Jack. السؤال طريقته What is Jack doing؟ نكتب الاسم المكتوب هنا What Jack doing، ماذا يفعل Jack الآن؟ الجواب He is delivering mail، يوصل الإيميل يوصل الإيميلات. لاحظ هنا فيها doing والجواب بالفعل يكون فيه ing. أنت وزملائك تتبادلون، مرة واحد يسأل مرة واحد يجاوب.
ثانيا عند مستر تيلر. نمبر 2 هذا مستر. نبي نسأل What is Mr. Tyler doing؟ ماذا يفعل مستر تايلور؟ عرفتوا كيف تكوينة السؤال؟ نفس هذا البداية What is، ترى هذه is بس انها باختصار بشكلها المختصر، فيحذفون الآي ويحطون فاصلة. What ننطقها What is ولا What's؟ What's Mr. Tyler doing؟ يعني هذا نغيره كل مرة، نغيره كل مرة غيرناه نغير الفعل. What's Mr. Tyler doing؟ ماذا يفعل؟ He is waiting، هو ينتظر. بكتب لكم الأجوبة كلها مرتبة إن شاء الله. He is waiting، هو ينتظر. ما نقول wait بس انتظار، لا waiting. اللي وراه number three اللي هو هذا What's Ron doing؟ ماذا يفعل رون؟ He is listening، هو قاعد يسمع، واضح انه يسمع. رابعا What's Robert doing؟ ماذا يفعل روبرت؟ أربعة هنا قاعد يقرأ جريدة. He is reading newspaper، newspaper. خامسا جورج وسام نمبر 5 هنا. What are جورج سام doing؟ ماذا يفعلون؟ They are drinking، هم قاعدين يشربون. drinking coffee ممكن، هذا كوفي كورنر، طاولة الكافي. عندنا سادسا هذا اسمه تشيرو. نقول What's تشيرو doing؟ He is talking، هو يتكلم بالتليفون. كارلوس نمبر 7 عندنا نمبر 7 كارلوس. واتس كارلوس دوينج؟ ماذا يفعل كارلوس؟ هي از وركينج اونلاين، هو قاعد يشتغل بالاونلاين. نقول هي از وركينج اونلاين. مستر باركر رقم 8 Number 8 Mr. Barker doing؟ He is working in his office، هو قاعد يشتغل في مكتبه. عندنا رابعا listening. Jerry is talking to Tom، جيري يكلم توم. On the phone، على التليفون. Complete the chart about Tom's family، نبغى نتكلم الحين نتعرف على Tom's family، عائلة توم. جيري يسأل عن عائلته، بيقول الفادر إيش عنده شغل، وماذر وكارلا سيستر، وفرانك البرادر أخوه. Write what each person is doing these days، ماذا يفعلون هذه الأيام؟ نسمع المحادثة الآن وركزوا على كل اسم والفعل اللي يسوونه والفعل نضيف له ing. Jerry is talking to Tom on the phone. Complete the chart about Tom's family. Write what each person is doing these days. Is this Tom? This is Jerry Wilson speaking. Hi Jerry, how are things? Where are you? Are you still at college? Yes, but I'm in town for a few days. How are you doing? I'm okay. How's your family? What's everyone doing? Well, we're all fine. My father is still working in the bank. My mom is a happy grandmother. She's watching Carol's baby a lot these days. Carol's married, you know. She's working at a hospital. She has a little girl. That's great. How about your brother? Frank's at college. He's studying computers. Frank at college? That's wonderful. And what are you doing? I'm finishing high school this year. No, I mean, what are you doing now? Nothing special. Okay, سمعنا الحين محادثة، كان جيري يكلم توم وتوم يعطيه معلومات عن أهله.
الواضح ان فادر يشتغل في البنك working in the bank. mother ترعى حفيدتهم لانه يقول امي صارت جدة صارت grandmother. she is watching Carla's baby يعني طفل كارلا. واخت كارول she is working at the hospital. كارول عندها بنت. وفرانك he is studying computer. وفي النهاية توم he is finishing high school. هو توه مخلص من الهاي سكول يعني الثانوية. 5. Pronunciation. Listen to the ing ending. Then practice. What are you doing? I'm waiting for you. What's he doing? He's chatting with a friend. What are they doing? They're playing in the garden.